تخيلوا كده لو النجم المغربي الدولي يحيى عطية الله ظهر في النادي الأهلي. اقترب الدولي المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق الوداد من الانضمام رسميا لصفوف الأهلي في الميركاتو الصيف المقبل. وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه فيسبوك: الأهلي وضع يحيى عطية الله على رأس المرشحين لتدعيم الجبهة اليسرى حال عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقد معلول، وتسعى إدارة الأهلي لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الفريق في ظل اقتراب الدولي التونسي المخضرم علي معلول من مغادرة أبواب التتش في الميركاتو الحالي. إيه رأيكم في رحيل علي معلول بهذا الوقت عن النادي الأهلي؟ هل سيؤثر على الأهلي خلال الفترة المقبلة؟ أم سيكون تجديد دماء الأهلي أفضل خلال الفترة المقبلة بهذا المركز؟